اثنين، الصين تواصل التحدي بطائرة شبح جديدة. الصين طبعا الأوضاع في بحر الصين الجنوبي أوضاع صعبة، البعض بيتكلم على نشوب حرب كبرى في هذا المكان. الصين كل شوية بتستعرض عسكريا. النهاردة الأول مرة الصين بتفرج عن صور وعن فيديوهات لطائرة الشبح الجديدة اللي هي G20. الصين بتطور الجيل الخامس من هذه المقاتلات G20 وG31. الطيارة ديت اللي هي G20 اللي هنشوف مقاطع ليها دلوقتي بتنافس الطيارة الأمريكية F22. بعض الخبراء بيقولوا F22 أقوى، بعدين بيقول لا، الطيارة الصينية تقدر تصمد في منافسة مع F22 الأمريكية. وزارة الدفاع الصينية قالت هتدور سلاح الجو الصيني علشان يكون قادر على المواجهة على مستوى الدفاع وعلى مستوى الهجوم. والحقيقة أن الصين طورت أسلحتها بطريقة مفزعة الفترة اللي فاتت، وفي تطورات كبيرة جدا في بحر الصين الجنوبي، وكل شوية دولة بتعلن عن إنتاج جديد من السلاح علشان ردع الدولة الأخرى. وبحر الصين الجنوبي أصبح بحر الغليان في العالم، واللي ممكن يفلت فيه الزمام ونواجه حرب كبرى لا قدر الله. الطائرة G20 اليوم فقط أفرجت الصين عن صور ومشاهد لهذه الطائرة التي تتجاوز الرادار وقادرة على تحقيق مهام صعبة للغاية.